السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. يا شيخ عندي سؤال. اتفضل. سمعت أن مسح الوجه باليدين وتقبيلهم بعد الدعاء يعني لا صحة له في لا وجود له في سنة الرسول. لا، هو موجود لكن بسند ضعيف، يعني في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا مسح وجهه بيديه، موجود حديث لكن سنده ضعيف، تساهل بعض العلماء في تحسينه كالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، لكن الأولى عدم ذلك لأن النبي في الأحاديث الثوابت القواطع لم يفعل ذلك، لكن لا نستطيع أن نبدع من عمل بحديث ضعيف في فضائل الأعمال كهذا الموطن. السلام عليكم. جزاك الله خير. وإياك يا أخت، الله يغفر لك.